اهلا بكم. النهارده هنعلن نتيجه المسابقه. اتفقنا ان المسابقه بتخلص الساعه 12، كده عدى اسبوع من المسابقه، والنهارده الساعه 12 تخلص المسابقه. فالمسابقه خلصت على كانت اغنيه اجمل جميله من كلمات الشاعر صديقي محمد رجاء ولحن وتوزيعي، والاغنيه كان فيها 3 مشتركين بس، ودي النتائج اللي وصلنا لها. كان عندنا محمد اشرف هو اللي كسب المسابقه. الف مبروك يا محمد. 2800 وشويه يعني فيوز. وكان عندنا محمد اسماعيل. محمد اسماعيل ما كانش موفق للاسف في الموضوع، جاب حوالي 726 فيو بس. وكان عندنا عبد الله كمال. عبد الله كمال كان في الاول الدنيا نايمه معاه خالص، ما فيش اي حاجه، ومره واحده الفيوهات كترت، فتقريبا جاله جمهور بقى ولا مش عارف عمل ايه، فوصل 2300 فيو. لحد امبارح كان محمد، كان عبد الله كمال هو اللي كسبان. طبعا انا بتابع مسابقه يوم بيوم، وبعدين محمد اشرف بقى تقريبا اكتسح الموضوع. طبعا هي الفيوهات مش كبيره قوي، بس في كل الاحوال يعني اتفقنا اللي هيجيب مشاهدات اكتر هو اللي هيكسب. فكسب معانا في المسابقه دي محمد اشرف، ان شاء الله هتواصل معاه، ونحاول برضو نسجل الاغنيه في اسرع وقت، بحيث ان احنا عايزين بقى يعني ما نوقفش موضوع المسابقات ده، نخلص مسابقه نخش في الثانيه على طول، عشان في وقت كده وقفنا وقت طويل ما كناش بنشتغل خالص طبعا بسبب الظروف والكورونا والكلام ده كله. فان شاء الله في اسرع وقت هتواصل مع محمد ونسجل اغنيته عشان نبتدي نعلن عن المسابقه الجديده على طول. مرة تانية ألف مبروك يا محمد، ومبروك عليك الأغنية، وإن شاء الله تطلع حلوة، واستنونا بقى في أقرب وقت للمسابقة الجديدة. شكرا.